ومعنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي سيد نظير الكندوري. مرحبا بك استاذ نظير. نبدا من مؤسسه باكس المعنيه بشؤون الازمات والنزاعات التي اكدت ان حجم الاحتجاجات واستمرارها قد فاجأ الكثيرين. الى ما ترجع استمرار هذه التظاهرات على الرغم من الوعود الحكوميه؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حقيقة استمرار التظاهرات بهذا الشكل الذي شاهدناه في الأشهر الماضية دليل على أن الحالة عند الشعب العراقي وبالذات عند أهالي البصرة وصلت من الحال المزري للدرجة إلى أنه يعني اضطر للخروج للمطالبة بأبسط حقوقه المشروعة لأي مواطن وفي أي بلد. واستمرار هذه التظاهرات بالرغم من هذه الوعود دليل على أنه هذا الشعب قد فقد ثقته بالنظام الحاكم في بغداد أو حتى الحكومة المحلية في البصرة، لأن في كل مرة يطالب المواطنين بتحسين سبل العيش في هذا البلد يلاقى بالوعود، وغالبا ما تكون هذه الوعود كاذبة، وبالتالي فقد يعني وصل الناس إلى مرحلة أن لا ثقة بهذه الوعود وأنها غير قابلة للتطبيق، وما هي إلا تفويت الفرصة وكسب الوقت من أجل إنهاء هذه التظاهرات. نعم. هذه المؤسسة الهولندية ربطت في تقريرها عن التظاهرات بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة وبين تزايد انعدام الأمن مع تصاعد هذه التظاهرات. ما رأيك بهذا الربط؟ يعني هو جزء من أسباب الخروج المتظاهرين بالتأكيد هي الحالة التي يعيشها المواطن العراقي، حيث ارتفاع معدلات البطالة وتردي يعني سبل الحياة في المدن العراقية. هذا كان أحد الأسباب المباشرة، ولكن هذه يعني هذه كل التي نذكرها ما هي إلا نتائج عن الفشل السياسي بإدارة الدولة، الفشل السياسي بإدارة محافظات الدولة. وإلا فالعراق ليس بلدا فقيرا، لكن الإدارة السيئة والمتعمدة يعني من خلال هذا الفساد المستشرق بهيكل الدولة هو الذي جعل من العراق بلدا فقيرا يعاني المواطن منه وكأنما يعيش في أفقر دولة في العالم. هذا الذي يجعل المواطن العراقي يشعر بالحيث أنه يعني يجلس في بلد مليء بالثروات ومع ذلك يعيش حالة فقر شديد لا يعني لا تجدها إلا في البلدان التي وانعدام خدمات خصوصا في البصرة. يعني هناك أنباء عن إطلاق مسلحين النار على فريق إصلاح أنبوب مياه للشرب في شط العرب. يعني من المستفيد من التعطيل؟ نعم تفضل. أنا قرأت الخبر وتفاجأت بأنه هناك من يحاول الاعتداء على ناس هم يريدون تقديم خدمة للمواطنين. هل هناك رسالة ما أرادوا إيصالها؟ يعني لو بحثنا في يعني أسباب التي تجعل مثل هكذا مسلحين، يعني بالتأكيد هم ليسوا يعني مسلحين بدون انتماء، يجب أن يكونوا يعني تابعين لجهة سياسية أو ميليشياوية. لكن يعني من فحوى الخبر ربما هو عقاب من هذه الأحزاب أو الميليشيات لأهالي البصرة لخروجهم بالتظاهر ولرفع صوتهم برفض النفوذ الإيراني الذي هو سبب كل البلاء الذي يعيشه في العراق. ربما يكون هي محاولة انتقامية من الشعب البصري. طيب إذا كانت المرجعية الدينية قد أكدت في أكثر من موقف أن المجرب لا يجرب بعبارتها هذه، لماذا تختار إذن عادل عبد المهدي لتسنم هذه الحكومة؟ طبعا هذا تساؤل المتظاهرين في البصرة. أنا أقول يعني بالنسبة للمرجعية الدينية التي كل السياسيين العراقيين الآن يذكرون بأنهم يمشون بهديها، والصحيح أن المرجعية الدينية هي مسؤولة عن كثير من البلاء الذي يعيشه في البلد من خلال دعمها لهؤلاء السياسيين الفاسدين، وبالتالي إطلاق مثل هذه الكلمات يعني المجرب لا يجرب، وبمعنى أن الفاسد لا يجب أن ينصب بمنصب حساس، هذا كله يعني ما هو إلا يعني تخدير الناس أو إلهائهم أو جعل صفحة المرجعية بيضاء، بالرغم أنه هي
صفحة سوداء بدعمها لهؤلاء السياسيين، ويعني مجيء مثل عادل عبد المهدي، مجيء مثل برهم صالح، مجيء حتى الحلبوسي الذي هو أصلا كان نائب سابق ومعروف ولاءاته لمن، هذا كل دليل على أن هذا الكلام عبارة عن هراء لا قيمة له، والفساد يجدد ثوبه ويجدد وجوهه، لكن الفساد هو بحقيقته موجود، والنظام السياسي يمضي منذ 2003 ولحد الآن على نفس الوتيرة وعلى نفس الشاكلة ونفس الأساليب، ولا أتوقع أن هناك في المستقبل من تغيير حقيقي لهذا النظام بهذه الرموز. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي العراقي سيد نظير الكندوري.